الحمام وفراخ ما غاديش تقدر صح. عليكم الخوت، جيسبر كاملين تكونوا مزيان. عرفتي راه تبارك الله المطر خير ربي عطاو الله العظيم. طلعت كمامة ديال دايزي، طلعت ضربت سيقة سطح خفيفة، هاي تتنقز وتلعب. جبنا لها نجارة، هاي اللي خدت لكم الخوت البارطة ديال الخشب ديالها. فوالا نجارة هي هنا، مشينا جبناها مع النجارة. عرفتي الخوت، خليكم معايا وايت وايت. عرفتي الخوت والله العظيم الى النجارة، مشي تقلب عليها دابا عند النجار تعطيه اللي بغيتي باش يعطيها لك. مع دابا الدنيا فاز كاع القهاوين محلابات كلشي عامر، كيتشوي كلشي خاوي، كلشي كيمشي دوموندي عليها، اللي عنده شي صاحب وشي نجار دوموندي عليها. بسلسين كشيف الخوت باش تلقاوها. هاياك ماما، يعني بغيت نتيستي ديزي عمري درتها ليها. هاي ديزي راه تتقلب على الفراخ، راكم عارفين كيف ديما. درت ليها هاد الخشبه هنا، هادي راه عاد حيدت دابا حيت صيغت شويه الحمام، وهاد الكرسي هذا تتبقى تطلع، تبقى تطلع لهيه داك القصدير. هي دابا هاي كيف ديما راه كنتسد عليها في بلاصتها. يلا خرج دابا شويه، بغيت ندير لها صدريه تشهيتها، تشهيد ندير لها صدريه نشوفو ملبسينها. تجي معها زوينه هاد الحمراء هادي، كما ما ها هي تا هي في الحمر والكحل. نجربو هاد ديزي نتيستي ولا نديروها لا، ومن بعد غادي نشوفو ان شاء الله كيفاش غادي تجيها لكم ماما، واش غتولفها ولا شي حاجه. وما يكون على خير، خليكم معايا باش تعرفوا. والفيديو ان شاء الله اليوم غادي يعجبكم، غنشوفوا يعني نعطيكم طريقه سهله. بزاف الناس كلاب ما كيولفوا لهمش ماما، نوريكم طريقه سهله دابا. خليكم معايا، زيد هبط هبط، طلع كرسي اش طلع جربوا راه تسناي عايقه ديال الخوت. الله لا خليها اي. وقديما الخوت كلابكم غادي يوريكم انا بالعنب، غادي يدير لكم الطريقه باش تعرفوا راه كلابكم غادي يدير لكم حتى نتوما بحال هكا. طريقه سهله وخديمه واحد الخدمه، هي كتحتاج شويه الوقت. ماشي مهم، المهم هو نوصلوا للنتيجه. قلت غادي نكملوا الفيديو، كان صون التليفون داكشي، هي باقا مبسطه مع الحمام. المهم الخوت يعني في الكمامة دابا بحال هكا، كما ما هي هذه ديال الكلب، يعني فاش تبغي حاول تحكم تكونترولي الكلب ديالك ديما الخوت، يعني حاول تكونترولي الكلب ديالك. فاش خوت يعني ضروري خاصكم شي كماما، ضروري الا بدا باش ديروا على كلابكم تنفع، يعني ضروري في الدريساج. هي هو الدريساج ديال كماما، تصور الدريساج في الكلب. انا دابا الكلب مع ديزي الحمام والفراخ ما غاديش نقدر صح. الخوت نتمنى نكون تنبان. الخوت هذا راه ماشي براك ولا ماشي، يعني انا الدري هذا الدري ود الحومه حتى هو. انا بغيت عندي لكم يعني واحد المقطع
بغيت نشوف الرياكسيون ديال ديزي كي غادي تكون، يعني شنو عدير، كيفاش كانت ردة الفعل ديالها. شفتوا يعني بحال امتحان ليها المره الجايه ان شاء الله، فاش غادي نعلم لك ماما، غادي نطلقها يعني لك ماما وداك الشيء باش تعلم. يعني الكلب يدافع على البلاصه ديالو، على المكان اللي كيسكن فيه، على بزاف د الحوايج. شكرا الدراري معايا رود الحومه، ان شاء الله دابا نبقاو نشوفوا فيديوهات اخرين. او دايزي راه باقا مكونسونطري معاه. اتونسيو دي سي بيان بيد بواي بيد باس اتونسيو دي شنو الخوت نطلق عليه. ما عرفتش تعضوا ولا ما تعضوش انا. لا ما تقاسكش عليه، انا نهبطك دابا. المهم الخوت انا غادي نحبس الفيديو هنا، نتمنى يعني هاد اللقطه تكون عجبتكم، واللي بغى بحال هاد اللقطات نبقاو نديروهم، نشوفوا كيفاش الدراري الرياكسيون ديالهم. ما عليكم على بلي كومونتير، وديك الساعه يكون على خير. صافي سي بيان فوالا الخوت، نتمنى يعني لابارتي هادي لابارتي اللي درت تعجبكم. هو ماشي في دراري ماشي شي حاجه، هي واحد المقطع من واحد الجزء اللي غادي نبدا ندير ان شاء الله في الدريساج. يعني بغى نبقى ندير الكلبه في الدار، نبقى نطلع من غمرش دريسي صاحبي بحال هكا. غادي ان شاء الله غنجيبوا واحد مونشيت جديده ان شاء الله على الكتاب، يعني باش الدري اللي بقى نطلع عيطان باش نبقى نتلاقى عليه وداك الشيء. ضروري الكلب مرة دير له بحال هكا في الدار عندك، فيلا شي حاجه بحال هكا، باش يحمي دارك، ماشي يطلع شي واحد يبقى يشوف فيه ولا يخلعو يهرب. فهمتوني الخوت؟ مهم ضروري دايزي عجبني الحال اللي درت لها، اول مره تدير بحال هكا، يعني اول مره تنهضر لها تدير بحال هكا هو، ولكن مشينا شي من لافرماجا نبدلو لها اللوغو كيعجبها. تهلاو الخوت في كليباتكم ماشي مشكل مرة سا سي بيان دايزي الحلو تسرطي كلشي، اجي فريت اجي ناكل معاها. هانت واش دراهم طمعنا فيها نقول الخوت كيف ما قلت لكم ماشي مشكل مرة ولكن هذاك اللي يطلع معاك خصو يكون اول حاجه ما كيخاف، وخصو يدير راسو كيخاف باش الكلب يتشجع عليه. وحاول في المره الاولى يعني ما يدعروش ما يضربوش ولا شي حاجه باش مش كلبك ما يخافش. وانا قادي ندير لكم متى ورا قريب ندير عليها شي فيديو، هذه راه مقطع بغيت نديرو في الاول باش نبدا به، باش يعني تجيكم داك الشيء تفهموا كيفاش. شفتوا البلاصه ديال دايزي كي دايره. المهم ما عليناش الخوت، هادشي اللي كاين، ونتمنى لا فيديو ديالي يكون عجبتكم وكلشي بخير زوين، ولا فامي ديالكم حتى هي زوينه. وبالنسبه للناس يعني نتمنى يكونوا استفدوا في الفيديو اللي حطيت قبل من هذا، يعني ديال الفاكسان هو نخلي لكم فوق ونخلي لكم في الاخر كيفاش دير التريتمون ديال الكلبه بالفاكسان، وكيفاش راكم شفتوا كيفاش يعني راه في الدفتر غادي تفهموا كيفاش كلشي. وهادشي اللي علينا، ولكن شي تساؤل كاين شي حاجه مرحبا بكم ديما في انستغرام في لي كومونتير في يوتيوب، راه تنقراهم كاملين. بعض المرات ما كيكونش الوقت باش نجاوب، راه الله يحسن العوان كاين خدمه كاين، انا ما جالسينش تابعين مسائل بزاف د الحوايج. وهادشي اللي كاين الخوت، شنو اخر صافي سي بيان ديزي. غنخليكم شويه سينيماتيك مع ديزي باش نختموا لا فيديو، وان شاء الله تكون عجبكم هذا الفيديو، بارطاجيوه مع صحابكم باش يوصل ديما الفكره الخوت.